İstemekten gene gökte bakıyorum. Sen olmadın. Nereye gidiyorsun? Sen dolar bozuluyor mu? Ben dolar bozuluyor mu? Ben dolar bozuluyor. Şey var ya. Aynen. Bak şalanları geldi. Hamza, min amel muhtemel sahafi, min beyan sahafi. Değer, değer, tarif. Gezme ya. Geldik. Hadi bu reklamımız oluyor. Berk gel. Gel dolar yapıyor ya. Abi müsaade et oradan bir. Pardon. Gel gel. Ben o dolar at yapalım. Savunma abi. نحن هنا الجالية السورية في اسطنبول وباسم تنسيقية اسطنبول جئنا بهذه المناسبة مناسبة التآمر العالمي على الاقتصاد التركي وبالتالي على تركيا حكومة وشعبا من خلال إضعاف اقتصادها جئنا لنقول نحن جزء من مقاومة التآمر الدولي على على إضعاف الاقتصاد التركي لأن نعم لأن قوة تركيا هي قوة للأمة الإسلامية بل وللعالم ومنطقة الشرق الأوسط لأن تركيا هي الصوت الحر لكل المظلومين في العالم يريد الغربيون تريد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال افتعال مشكلات كاذبة بحق تركيا لأجل أن تتآمر عليها نقول تركيا ليست وحيدة تقف في وجه المؤامرات الأمريكية وإنما نحن السوريون وبكل فصائل بكل اتجاهاتنا الثورية نقف مع تركيا بالاقتصاد وبالسياسة وبكل أمر لأنه هو جزء من رد الجميل لموقف تركيا مع الثورة السورية أيضا هذا الموقف لن يكون كلاما وإنما سنترجمه عمليا فنداؤنا إلى رجال الأعمال السوريين أولا والعرب ثانيا والأمة الإسلامية ثالثا أن ساهموا في عملية دعم الاقتصاد التركي لأن قوة تركيا هي قوة لنا والتاريخ شاهد على ذلك عندما كانت تركيا عثمانية المنهج كانت كل الأمة قوية وعندما ضعفت تركيا في يوم ما ضعفت الأمة كلها والآن إن شاء الله تركيا متجهة باتجاه القوة وبالتالي قوتها قوة لنا بارك الله بكم باسم تنسيقية اسطنبول نقول لإخواننا في تركيا نحن معكم في كل خير تسيرون به لأن الخير من هذه الأمة وسنبقى على الخير معا وعلى الطريق المستقيم تكبير الله أكبر soru soracağım da. Tamam. Tamam soru. Şimdi Arap ülkelerine buradan bir çağrı soracak mı? Onlar Suriyelilere şey çağırıyor mu?
بيقول انه هل ممكن انه راح حيكون هذا شو اسمه يعني هالتحويل الاموال راح تحول هل راح يساعد شو اسمه نعم هذه هل سيساعد العرب نعم هذه الحقيقة ان سيادة تركيا وقوة اقتصاد تركيا هو قوة لسوريا وقوة للعرب جميعا ولذلك نحن ان شاء الله حتى في المناطق المحررة من سوريا سنسعى ان تكون التداول هو بالعملة التركية فقط الليرة التركية نحن كسوريين وتنسيقية الثورة في اسطنبول بالإضافة إلى الجمعية العربية التركية بالأستاذ متين يعطي العافية هو اللي كان على قام على هذه التجمعات نحن جايين كلياتنا نحن كلنا يد واحدة مع أخوتنا الأتراك حكومة وشعبا كشعب سوري مظلوم يطالب بالحرية في سبيل رفعت بلده ورفعت شعبه الذي ضحى كثير في الحرب السورية ما لقينا غير الحكومة التركية والشعب التركي هو السند الوحيد للسوريين الموجودين في تركيا بالتالي نحن أقل الواجب علينا أن نقوم بكل ما أوتينا من قوة وندعم الليرة التركية إن شاء الله بكل ما لدينا من أموال ونحن دعينا لكل رجال الأعمال السوريين والعرب على القيام بواجبهم تجاه دولتنا تعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة في المنطقة بس هلا ما نذكر المبلغ اللي راح يتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في هذه الوقفة أيها الإخوة الشعب السوري أقل شيء واجب عليه أن يقف مع الأخوة الأتراك مع الدولة التركية مع الحرية مع الكرامة مع استقلال القرار لتركيا ولباقي الدول في المنطقة منطقة الشرق الأوسط حقيقة هذا أقل شيء من الشعب السوري أن يقف ولو يسند الشيء البسيط للليرة التركية للاقتصاد التركي الآن الهجمة واضحة وواضحة جدا على تركيا من قبل حاولوا الانقلاب العسكري وفشلوا ولله الحمد وذلك بتماسك الشعب التركي وإيمانه بالحرية الآن الهجوم اقتصادي المعركة اقتصادية واضح هذا الأمر لكل إنسان حقيقة وشغلة القس أندرو هذه الحجة هذه حجة واهية ليست مشكلة القس أندرو ولا غيره وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي قبل يومين حتى لو تم الإفراج عن القس أندرو نحن لن نوقف العقوبات فهذا واضح المستهدف الاقتصاد التركي المستهدف الشعب التركي المستهدف الليرة التركية المستهدف الدولة التركية المستهدف كل دولة في هذه المنطقة تريد قرار مستقل نحن في سوريا لماذا الآن هذه الهجمة علينا في سوريا كلها وعلى الثورة السورية أمريكا والغرب والشرق والكذا وكافة الدول وقفت ضد الثورة السورية لماذا؟ لأن الثورة السورية تريد أن تخلق في سوريا قرار مستقل قرار خارج عن الهيمنة الأوروبية خارج عن الهيمنة الأمريكية خارج عن الهيمنة الطاغوت الآن 100 سنة نحن تحت الهيمنة الغربية الآن سوف نستقل بإذن الله ومشروع تركيا الآن نهض وإن شاء الله لن يتوقف ولن يستطيعوا وأكبر دليل هذه اليومين الثلاثة الماضية استرجعت الليرة التركية قسم كبير من عافيتها ولله الحمد فنحن نقول الشعب السوري الآن مع الشعب التركي وهو يقف معه في كل شيء إن شاء الله ولدعم الاقتصاد التركي والليرة التركية والسلام عليكم ورحمة الله